النهارده القائد الأعلى للقوات المسلحة عبد المجيد صقر وافق عن قبول دفعة جديدة من خريجي الجامعات للعمل كضباط متخصصين دفعة أكتوبر 2024، وده اتقال في المؤتمر الصحفي اللي عمله الفريق أشرف سالم مدير الأكاديمية العسكرية المصرية. طيب خلينا نتكلم عن التخصصات المطلوبة. بالنسبة للذكور التقديم مفتوح لتخصصات زي طب الأسنان، الطب البيطري والصيدلة، وبالنسبة للإناث تخصص رئيسات التمريض. كمان في تخصصات تانية زي الحاسبات والمعلومات، الذكاء الاصطناعي، الحقوق، الإعلام واللغات. وبالنسبة للعمر والشهادة، لو معاك بكالوريوس أو ليسانس السن ما يزيدش عن 26 سنة، ولو معاك ماجستير السن ما يزيدش عن 30 سنة. الشروط العامة بقى بسيطة وواضحة، لازم المتقدم يكون مصري وكمان والديه وأجداده مصريين، يكون حسن السير والسلوك وما يكونش تعرض لحكم جنائي أو فصل تأديبي من أي جهة، ويعدي الاختبارات الطبية والنفسية والبدنية. أما المدة الدراسية بتكون سنة واحدة بس، وبعدها بتاخد شهادة إتمام الدراسة العسكرية. لو شايف نفسك مستوفي الشروط فدي فرصتك إنك تنضم لصفوف القوات المسلحة. التقديم مفتوح دلوقتي فما تضيعش الوقت. للمزيد من التفاصيل زوروا موقع القوات المسلحة الرسمي.